يقول السائل: أن شخصا كان يعيش في بلاد الكفر وسرق إحدى البضائع علما أنه كان لا يصلي، وبعد توبته أقر بكل ما اقترف من ذنوبه، حيث يبلغ قيمة البضاعة المسروقة 20,000 ريال سعودي، علما أنه لا يعرف صاحب البضاعة. أفيدونا أثابكم الله. أموال الناس لا يجوز الاعتداء عليها ولو كانوا كفارا، ما يجوز أخذ أموال الكفار إلا الحربيين، كفار الحربيين تحل أموالهم، أما المعاهدون والمستأمنون من الكفار فلا يجوز الاعتداء على أموالهم، أموالهم محترمة مثل دمائهم، إذا كان لهم عهد مع المسلمين أو ذمة مع المسلمين أو أمان مع المسلمين يجب الوفاء لهم، ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذه الأموال التي أخذتها يجب عليك إرجاعها، ولا يبيحها لك أنها أموال كفار، فإذا لم تستطع إرجاعها لأنك لا تعرفهم الآن ولا تدري أين هم وبحثت عنهم ولم تجدهم، لا بد من البحث عنهم، فإذا تعذر إيصال الأموال لهم فإنك تتخلص منها بأن تضعها في مشروع عام، تمول بها مشروعا عاما ينتفع به العموم وتتخلص منها. نعم.